العناصر الغذائية ووظائفها في الجسم. قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، تعالوا مع بعض نسترجع ما تم ذكره في الحلقات السابقة. عنواننا النهاردة بيتكلم عن العناصر الغذائية ووظائفها في الجسم. ايه هي العناصر الغذائية؟ قال لي ان العناصر الغذائية دي بقسمها الى حاجتين اتنين: عناصر توليد الطاقة الحرارية في جسم الانسان، عناصر توليد الطاقة اللي بتنقسم إلى المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية. المواد الكربوهيدراتية قلنا يا شباب إن احنا بنقسمها إلى نشويات وسكريات. ايه هي النشويات دي؟ قال النشويات الحاجة اللي بتحتوي على مادة النشا، اللي هي الارز، المكرونة، البطاطا، البطاطس، وغيرها من المأكولات او الاطعمة اللي بتحتوي على مادة النشا. اما السكريات قال لي بتنقسم الى سكر ابيض، سكر بني، مربى، عسل ابيض، عسل اسود، والحلويات بمختلف انواعها. الكربوهيدرات دي او المواد الكربوهيدراتيه دي اللي بتوجد في هيئه ثلاث حاجات: يا اما سكريات احاديه، يا اما سكريات ثنائيه، يا اما كربوهيدرات عديده التصكر. الاحاديه زي ايه؟ قال الاحاديه زي الفاركتوز والجلوكوز، اما الثنائيه زي اللاكتوز والملتوز، اما عديده التسكر فبتنقسم الى الحاجه او الحاجات اللي بتحتوي على النشا زي ايه؟ زي الجليكوجين، زي الديكسترين، زي السيريلوز. طيب المواد الكربوهيدراتيه دي اللي احنا خدناها عنصر مهم من عناصر الطاقة الحرارية في جسم الإنسان، يعني بتمدني بالطاقة، كمان هي أرخص مصدر للغذاء بالنسبة للإنسان. طيب أنا السعرات الحرارية اللي الشخص بيحتاجها من المواد الكربوهيدراتية دي على مدار اليوم بتكون قد إيه؟ قال لي العناصر السعرات الحرارية بتختلف من شخص لآخر، يعني من جنس أو نوع، سواء الشخص ده ذكر ولا أنثى، سواء رجل كبير في السن ولا امرأة حامل ولا طفل رضيع. كل شخص من دول على حسب المجهود البدني اللي بيقوم بيه بيبدأ ياخد السعر الحراري اللازم ليه، لكن في العموم بتقدر ب60%. يعني ايه؟ يعني 4 سعر حراري من المواد الكربوهيدراتية المفروض ان الشخص يتناولها على مدار اليوم. بالنسبة لهضم وتمثيل المواد الكربوهيدراتية في الجسم، قلنا بتبدأ منين؟ قلنا ان المواد الكربوهيدراتية بالنسبة للهضم والامتصاص بتاعها، هضم وامتصاص الكربوهيدرات، بيبدأ من الفم، بعدين بينتقل إلى البلعوم، ومن البلعوم إلى المعدة، ومنها إلى الأمعاء. يبقى هضم وامتصاص المواد الكربوهيدراتية بيبدأ من الفم، إن أنا باخد الأطعمة أو الأغذية دي عن طريق الفم، بتمر على البلعوم ومنها إلى المعدة ثم إلى الأمعاء. بعد كده اتكلمنا عن اهم فوائدها. ايه هي فوائد المواد الكربوهيدراتية للجسم؟ احنا قلنا ان المواد الكربوهيدراتية دي عنصر اساسي للطاقة، يبقى بتمد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة ليه على مدار اليوم. تاني حاجة بتمنع من تراكم الدهون حول الكبد، فبتمنع تليف الكبد، ان الدهون كلها اول ما انا باكل اي حاجة فيها دهون بتروح على الكبد كمخزون ليها، وهنعرف دلوقتي في المواد الدهنية ان الكبد هو العضو الرئيسي اللي مسؤول عن الدهون. كمان بتمنع تجلط الدم، يبقى الكربوهيدرات مهمة جدا لجسم الإنسان. طيب أنا دلوقتي تاني حاجة عندي وهي المواد الدهنية. المواد الدهنية قال لي برضو مصدر أساسي من مصادر الطاقة الحرارية لجسم الإنسان. قال لي بتنقسم إلى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. الدهون المشبعة دي زي ايه؟ قال
مشبعة يعني جامدة في درجة حرارة الغرفة، أما الغير مشبعة بتبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة، يعني بتوجد في صورة الحيوانية أو المصادر الحيوانية على شكل دهون، أما في المصادر النباتية على شكل زيوت. إيه هي بقى الدهون دي؟ قال لي ممكن تبقى موجودة عندي في القشطة، موجودة عندي في الزبدة، موجودة عندي في السمن البلدي أو السمن الصناعي. طب الغير مشبعة سائلة في درجة حرارة الغرفة اللي هي الزيوت بأنواعها، زي إيه؟ قال لي زي زيت عباد الشمس، زيت القلي، زيت الزيتون، وغيرها من الزيوت اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية. طيب كم سعر حراري انا بحتاجه ليا علشان في مدار اليوم من المواد الدهنيه دي؟ قال لي بحتاج 9 سعر حراري، بس المفروض ان انا ما اكسرش من عمليه الدهون في الجسم على مدار اليوم. ليه؟ قال لي لان كده هضطر ان انا اصاب بالسمنه المفرطه، فهلجأ لعمليات الرجيم. لو الموضوع زاد معايا ووزني زاد بطريقه كبيره هضطر الجأ للعمليات الجراحيه اللي انا في غنى عنها. يبقى انا المفروض ان انا ما اكسرش من المواد الدهنيه، على قد ما هي مفيده للجسم على قد ما لها اضرار. طب ايه هي اهميتها؟ قال لي اهميتها انها بتمد الجسم بالطاقه الحراريه، بتمد الجسم ب9 سعر حراري، بتعمل كوسائد تبقى حامية كده الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. عشان أنت دلوقتي جسمك لو مفيش جلد مغطيه ودهون، الأعضاء الداخلية من أقل خبطة هتصاب، هتحفظ أو مش هتقدر إن هي تقاوم درجة صلابتها. يبقى أنا المواد الدهنية مهمة جدا إنها بتمد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة ليه، يقدر يبذل المجهود العضلي والبدني على مدار اليوم، يقدر يبذل النشاط بتاعه. هتعمل كمان ان العضو الرئيسي اللي مسؤول عن تراكم الدهون هو عضو الكبد، او العضو بتاع داخل جسم الانسان هو الكبد المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي للمواد الدهنية، بيمد الجسم ب9 سعر حراري، بتعمل كوسائط حامية للاعضاء الداخلية جوه جسم الانسان. طيب ايه هي عملية هضم وتمثيل المواد الدهنية؟ بالنسبة لهضم المواد الدهنية بتبدأ، احنا قلنا المواد الكربوهيدراتية بتبدأ منين؟ بتبدأ من الفم، بعدين تنتقل الى البلعوم، ومنها للمعدة، ومنها للأمعاء. طب المواد الدهنية بتبدأ فين؟ قال لي بتبدأ من الـ12، ومنها تنتقل الى العصارة الصفراوية لجسم الإنسان، ومنها تبدأ عملية الهضم وفي شكل إخراج للفضلات. طب هي هي أهمية وفوائد المواد الدهنية دي لجسم الإنسان؟ قلنا أنها مصدر رئيسي للطاقة، بتمدنا ب9 سعر حراري، بتمد الجسم كوسائد للأعضاء الداخلية بتاعته. طيب لو نقصت المواد الدهنية في جسم الإنسان إيه اللي هيحصل؟ هيشعر بالخمول والكسل، مش هيقدر يقاوم اليوم بتاعه، مش هيقدر يبذل النشاط، يحس بضعف عام وتكسير في أعضاء جسمه. يبقى على قد ما هي مهمة وليها فايدة على قد ما ليها أضرار. بعد كده اتكلمنا عن عنصر تاني ومهم من العناصر الغذائية في جسم الإنسان، وهو عنصر النمو. إيه هو العنصر المسؤول عن النمو؟ قال العنصر المسؤول عن النمو هو عنصر البروتين. البروتين هو العنصر اللي مسؤول عن النمو في جسم الإنسان، بيجدد خلايا الجسم، بيساعدها على التكوين بتاعتها، بيعوض التالف منها. طيب بينقسم إلى إيه البروتين ده؟ قال لي عندي بروتين حيواني وبروتين نباتي. الحيواني في شكل دهون. إيه هو البروتين الحيواني؟ اللي هي اللحوم بكل أنواعها، الأسماك بكل أنواعها، الدواجن والطيور بكل أنواعها. طب النباتي؟ البقوليات. إيه هي البقوليات؟ زي اللوبيا والفاصوليا والعدس، كل دي حاجات بنحصل منها على عنصر البروتين داخل جسم الإنسان. قال لي المصادر دي بنقسمها إلى أحماض أمينية أساسية وأحماض أمينية غير أساسية. الأحماض الأمينية الأساسية ما يستطيعش الجسم إن هو يكونها، فبيضطر يحصل عليها من مصدر خارجي. إيه هو المصدر الخارجي؟ الأكل أو الطعام اللي أنا بتناوله. أما الغير أساسية بيقدر الجسم إن هو يكونها من أعضائه الداخلية. طيب عنصر البروتين ده أو عنصر النمو ده بيتم هضمه وامتثاله إزاي؟ قال لي تمثيل أو التمثيل الغذائي للبروتين بيبدأ من المعدة. يبقى أنا عندي المواد الكربوهيدراتية، فم، بلعوم، معدة، أمعاء.
اما البروتين بيبدا من المعده للامعاء وبعد كده بيخرج في شكل فضلات. المواد الدهنيه بيبدا من 12 بيمر على العصاره الصفرويه ومنها يبدا يخلص عمليه الهضم والتمثيل الغذائي ويخرج في شكل فضلات. طيب البروتين ده مهم ليه؟ قال لي اول حاجه من اهميه البروتين في جسم الانسان عنصر المسؤول عن النمو، يجدد الخلايا بتاعت الجسم، بيقدر يكون الأنسجة التالفة ويعوض التالف منها. امتى الكلام ده؟ قال لي في حالة حدوث عملية جراحية، انت حصل لك كسر، شرخ، اي جروح، اي حروق، ايه اللي بيعوض الأنسجة دي وبيخليها تلتئم مرة تانية ويديك ملمس الجلد اللي انت عايزه او الشكل الطبيعي قبل اجراء العملية الجراحية؟ قال لي عنصر البروتين. وفي نفس التوقيت انا ما ينفعش لا ازود من العناصر دي ولا ينفع اقلل منها، لان الافراط فيها هيصيبك بامراض والتقليل منها برضو هيصيبك بامراض. بعد كده عناصر تنظيم العمليات الحيوية في جسم الانسان، عناصر تنظيم العمليات الحيوية. ايه هي عناصر تنظيم العمليات الحيوية دي؟ بيتقال عليها عناصر الوقاية من الامراض، عناصر الوقاية من الامراض. بالنسبة لعناصر الوقاية من الامراض اللي بتنقسم الى ثلاث حاجات. ايه هي؟ قال لي الفيتامينات. ايه تاني؟ عنصر المية. ايه كمان؟ اللي هو الاملاح المعدنية. الفيتامينات اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وقلنا ان هي بتنقسم الى حاجتين، فيتامينات تذوب في الدهون وفيتامينات بتذوب في الماء. ايه الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون؟ قال لي اتنين، فيتامين ألف وفيتامين دال. وإيه الفيتامينات اللي بتذوب في المية؟ قال لي عندي ثلاثة، فيتامين ب واحد اللي بيتقال عليه السيمايين، وفيتامين ب 12 المركب، وفيتامين ج اللي هو فيتامين سي. فيتامين ألف ده إيه هي أهميته لجسم الإنسان وإيه هي مصادره، ولو هو نقص من جسم الإنسان إيه اللي ممكن يحصل في جسم الإنسان؟ قال لي فيتامين ألف مهم جدا في جسم الإنسان، بحصل عليه من مصادر حيوانية ومصادر نباتية. النباتية زي إيه؟ قال لي الخضار بأنواعها، خضرة، صفرة، حمرة. كل الخضروات خاصة بلاقيها مثلا في الطماطم وغيرها من أنواع الخضروات. طيب بالنسبة للحوم والطيور بلاقيها فين؟ قال لي في زيت كبد الحوت، زيت كبد الأسماك، صفار البيض، زيت كبد الطيور. كل دي مصادر بحصل منها على فيتامين ألف. قال لي فيتامين ألف ده مهم لإيه؟ كل الناس او البشريه عامه بتقعد تقول انا عندي تساقط في الشعر، انا حاسه ان الجلد بتاعي متشقق، حاسه بجفاف، دول لنقص فيتامين الف في الجسم. طيب ايه هي اعراض نقصه؟ قال لي اعراض نقصه تساقط في الشعر، النمو الطبيعي للشعر مش موجود، هتلاقي عندك ان الشعر ممكن يبقى طويل من ناحيه وقليل وقصير من ناحيه تانية، النمو بتاعه مش بالشكل الطبيعي، نمو الاجزاء داخل جسمك اعضائك نفسها مش هتنمو سريعا او بالنمو الطبيعي لو عندك نقص في فيتامين الف. كمان هيحصل لك جفاف في القرنيه، تحس كده دمع العين نفسه حاسس ان هو جاف، مش قادر تعيط مع انك عايز تعيط. اللي هيحصل لك عمى ليلي، تيجي بالليل مش قادر تشوف، عدم وضوح الرؤيه في الظلام او في الليل عامه. ايه تاني ممكن يصيبك؟ جفاف الجلد، هتلاقي ان ملمس الجلد بتاعك خشن مش رطب لان هو ما فيهوش العنصر بتاع الميه او عنصر الفيتامين الف اللي هيمدك برطوبه الجلد او البشره بتاعتك. طب فيتامين د؟ قال لي فيتامين د المسؤول عن لين العظام والكساح، لو انت نقص عندك فيتامين د هتصاب بالكساح، هتصاب بلين العظام بالنسبه لكبار السن والحوامل وغيرهم. كمان فيتامين د بحصل عليه منين؟ قال لي نفس المصادر اللي انا لسه قايلها في مصادر فيتامين الف، بالاضافه لاشعه الشمس. اسهل حاجه ممكن اتعرض لها هي اشعه الشمس، طول فتره الصيف اقعد كده في الشمس من الصبح لحد وقت الظهيره، اما في الشتاء ممكن افضل طول النهار عادي، طول النهار في اشعه الشمس. فيتامين د مهم جدا عشان ما يحصلكش جفاف، عشان ما يحصلكش كساح، عشان ما تشعرش بضعف او خمول والام في المفاصل والعضلات. طيب ايه الفيتامينات بقى اللي بتذوب في
الميه. اول حاجه منهم فيتامين ب واحد، اتنين فيتامين ب 12 المركب، ثلاثة وهو فيتامين ج او فيتامين سي. فيتامين سي قال مهم جدا خاصه في حالات البرد والانفلونزا، دايما يقول لك خد الحاجه اللي فيها فيتامين سي اللي هي اليوسفي، البرتقال، الليمون وغيرها من الحاجات او الاطعمه والمشروبات اللي بتحتوي على فيتامين سي عشان تقلل من الاعراض ديت، علشان ما تصابش بعد كده بضعف وما تقدرش ان انت تقوم بالنشاط والمجهود البدني بتاعك. وبكده اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني نكون خلصنا اللي احنا اتكلمنا عليهم في الحلقات السابقه. النهارده هنتكلم عن تاني عنصر من عناصر الغذائيه وظائفها في جسم الانسان اللي بتندرج تحت مسمى عناصر تنظيم العمليات الحيويه والوقايه من الامراض، وهو عنصر الماء والاملاح المعدنيه. هنبدا مع بعض دلوقتي نتكلم عن عنصر الميه. ايه هي اهميه الميه في جسم الانسان؟ ايه هي التوصيات اللي هيئة التغذية قالت لنا عليها؟ ايه هي الوقت اللازم او كم كمية المية اللي المفروض الشخص ده ياخدها على مدار اليوم؟ قال المية مهمة جدا، بلاقيها في الالياف، بلاقيها في الفيتامينات، في الاملاح المعدنية، عنصر حيوي وهام جدا لجسم الانسان، هيقيك من الامراض، هيحسن من العلاج، هيسرع من عملية العلاج والشفاء. طيب ايه هي وظائف الماء في جسم الانسان؟ اول حاجه الميه، تلاقي الناس كلها كده وهي قاعده بتاكل ازازه الميه جنبها، كوبايه الميه جنبها، ليه؟ علشان الماء بيساعد في هضم وعمليه التمثيل الغذائي للاكل اللي انت بتاكله. تاني حاجه بيعملها الميه في جسم الانسان، بيحافظ على درجه حراره جسمك صيف وشتاء. ازاي؟ خليها ثابته، ما تجيش في الصيف تحس ان انت من كتر الحراره مش طايق نفسك خلاص، حس ان انت سايح كتر العرق، ما تجيش في الشتاء تلاقي نفسك متجمد، لا ده انت هتقدر تستحمل درجه الحراره صيف وشتاء بسبب حفظ توازن الميه داخل جسمك. تالت حاجه بيعملها الدم، بيحفظ من توازن الدم داخل جسم الانسان. ازاي؟ قال لي هيحفظه ان هو ما يحصلش لزوجه في الدم ولا يحصل سيوله في الدم لو انت شربت الميه بالكميه الملازمه. تاني رابع حاجه ان هو بيحافظ على الجلد بتاعك يبقى ملمسه رطب، ما يبقاش جاف، تحس كده ان في رطوبه في البشره، عشان كده لما يبقى في عدم نضاره في البشره او اصفرار او الجلد بتاعك تحس انه جاف وتروح لدكتور التغذيه يقول لك ايه، اشرب ميه كتير، كل الخضروات والفاكهه اللي بتحتوي على اللي فيها ميه بزياده، اشرب من 2.5 ل 3 لتر ميه على مدار اليوم. يبقى وظائف الميه في جسم الانسان هضم الطعام، حفظ درجه حراره الجسم صيف وشتاء، حفظ الدم ما يحصلوش لزوجه ولا سيوله، بيحفظ جلد الانسان رطب مش جاف، تناوله هيساعدك على لمعان الشعر، تحس ان الشعر بتاعك فيه لمعه، فيه بريق في العين بتاعتك. طيب الميه بتعمل ايه كمان؟ قال لي هتساعد في عمليه اخراج الطعام، الفضلات بتاعتك هتخرج بسهوله، مش هتحس بامساك، مش هتحس ان في مغص في بطنك، هتلاقي الدنيا معاك سهله. كمان لو انت بتعاني من كحه ناشفه، ضيق في التنفس، مش قادر تبلع ريقك، برضو عنصر الميه هيساعد ان انت الارق اللي بتحس بيه بالليل بسبب الكحه كل ده هيقل لو انت خدت الكميه اللازمه لحفظ توازن الميه في جسمك. طيب الصداع النصفي هل له علاقة بشرب المية؟ ايوة طبعا، الصداع النصفي بالذات ليه علاقة بشرب المية، ان انت ممكن تصاب بالصداع النصفي لو انت قللت من كمية المية اللي انت بتشربها على مدار اليوم. وده ثبت كتير في العديد من الابحاث والدراسات اللي تم اجراءها مؤخرا، ان المية لها علاقة بخمس حالات اساسية. ايه هما؟ قال لي بالنسبة لمرضى السكر، وليه علاقة كمان بمرضى الضغط المرتفع، وليه علاقة كمان بمرضى النقرس، وليه علاقة بالأملاح الزايدة في جسم الإنسان، وليه علاقة بتكوين الحصوات. ازاي؟ ايه علاقة المية بكل دول؟ قال لي بالنسبة لمرضى السكر، بيحدث المية انخفاض في مستوى السكر للناس اللي بتعاني من السكر المرتفع. الضغط المرتفع بتحسن منه فبتقلل من الضغط دون، فبتقلله شوية، ولا يبقى منخفض ولا يبقى مرتفع، يبقى الضغط بتاعي متزن، اقدر ان انا ابذل مجهود، ما حسش بصداع، ما حسش ان انا ضغط عالي مش قادر امارس العمل بتاعي ولا واطي، مش قادر حتى اقف على رجلي. بيحافظ كمان على مرضى النقرس، بيعمل ايه؟ قال
اللي بيقلل من حمض اليوريك في الدم لدى مرضى النقرس. كمان بيعمل ايه في الاملاح الزايده؟ لما يبقى عندك املاح زايده يقولك اشرب ميه كتير عشان تقلل من الاملاح دي فتمنع تكون الحصوات سواء على الكلى او الحالب او المثانه. ده بالنسبه لوظائف الميه في جسم الانسان والحالات المرضيه اللي اقدر ان انا اعالجها من خلال شرب الماء. طيب انا بحصل على الميه منين؟ انا بحصل على الميه من ثلاث مصادر. ايه هم؟ ميه الشرب العاديه اللي انا بشربها، تاني حاجه ماء تمثيل الاطعمه، تالت حاجه رطوبه الاطعمه. تعالوا بنا نعرف كل نقطه من دول بحصل عليها من الميه ازاي. اول حاجه ماء الشرب. الميه المفروض ان الشخص الطبيعي يشرب في اليوم ما لا يقل من 2.5 الى 3 لتر في الميه. اشربهم عادي طول اليوم، ماسك كوبايه الميه من 2.5 ل 3، ممكن ازود لكن ما ينفعش ان انا اقلل. تاني حاجه رطوبه الاطعمه. يعني ايه رطوبه الاطعمه؟ الخضروات والفاكهه اللي احنا بناكلها طول النهار، ما هي بتحتوي على عنصر الماء. المفروض ان انا باخد من الاطعمه والخضروات 1 لتر ميه على مدار اليوم، يبقى انا المفروض ان انا بشرب من 2.5 ل 3 لتر، دي ميه صافي. خضار وفاكهه باخد منهم 1 لتر ميه على مدار اليوم. طيب ماء تمثيل الاطعمه، قال لي دي بقى من خلال طهي الطعام. انت لما بتيجي تطبخ الطعام بيحصل له بخار بيتبخر، بتحصل منه بخار الميه ده اللي بيبقى موجود في الاكل، انت بتحصل منه على الماء. قال لي بيتكون او بيندرج تحت اكتر من جرامات معينة، وهي 1000 جرام من مواد الطاقة الثلاثة بتنتج كمية المية، اللي هي ايه؟ النشا، البروتين، الدهون. النشا بتديك قد ايه مية؟ قال لي 56 جرام، والبروتين بيديك 41 جرام، والمية جرام دهون بتديك 107 جرام مية. معنى كده ان الشخص العادي المفروض ان يحصل على 400 سنتيمتر مكعب من المية كل يوم، وطبعا ده بيختلف من شخص لاخر على حسب نوع الغذاء وكميته اللي هو بيتناولها، وعلى حسب كمان المجهود البدني اللي هو بيقوم بيه، وعلى حسب الطول والوزن. طيب انا بالنسبه لفقد الميه في جسم الانسان، ايه الطرق اللي على اساسها انا بيتم فقد الميه دي او اخراجها؟ قال لي 3 حاجات، عن طريق الكلى، عن طريق القناة الهضمية بتاعتك. طب عن طريق الكلى ازاي؟ انا عن طريق الكلى ان هو بتخرج المية دي من 1.5 الى 2 لتر عن طريق نوع الغذاء اللي انت بتاخدها، فضلات بتمثل البروتينات والاملاح الزايدة في جسمك. مين اللي بتفرزها؟ الكلى. بعد كده بتروح للقناة الهضمية بتاعتك، بتخرج مع البول بتاعك والبراز، بتقدر من 100 الى 300 سنتيمتر مكعب. يبقى اول حاجة عن طريق الكلى، بعد كده بتروح عن طريق القناة الهضمية، عن طريق البراز في اخراج البراز، تالت حاجة عن طريق الجلد والرئتين اللي هو البخار بتاع المية اللي بتبخر عن طريق هواء الزفير. تيجي كده الصبح تلاقي فيه بخار طالع من بقك وانت ماشي، هو ده بخار المية اللي بيتبخر عن طريق الرئتين. طب عن طريق الجلد في شكل عرق، ان انت دلوقتي، وطبعا كمية العرق بتختلف من شخص لاخر على حسب المجهود البدني اللي الشخص ده بيقوم بيه. في حالات بيزيد فيها كمية العرق خاصة في الجو الحار، للناس اللي هم شغالين في المناجم في الافران طبعا، غير الناس اللي هو شغال مدرس او دكتور او رجل المرور. كل واحد من دول بيفقد كمية العرق بتاعته وفقا لمجهوده البدني ووفقا لنوع الغذاء اللي هو بيقوم بيه. طيب ايه الكمية اللازمة للشخص من المية عشان يقدر ان هو يحفظ التوازن بتاعه على مدار اليوم؟ قال لي الفرد بيحتاج كل يوم او بيختلف من شخص لاخر على حسب كمية ونوع الغذاء، كمان اختلاف درجة حرارة الجو. انت مش هتشرب كمية المية في الصيف قد كمية المية اللي بتشربها من الشتاء. كمان انا ممكن اخد المية من الياف، من فيتامينات، من خضروات، من فواكه، من الاطعمة نفسها، مش شرط ان هي تكون كلها من ماء الشرب بس. كمان كمية المية اللي انا قلت عليها اللي هي من 2.5 ل 3 لتر دي ما ينفعش انها تكون من السوائل زي المواد الغازية والبيبسي والسيفن اب والشاي والقهوة، لا، 2.5 ل 3 لتر صافي، ما لهمش علاقة بأي مشروب غازي أو بيبسي أو سيفن أو غيرها من المشروبات التانية. كمان بتختلف كمية المية حسب ظروف العمل بتاعك، من 2.5 ل 3 لتر ده سوائل يومية. طب أنا دلوقتي لو أصبت عندي نزيف مثلا، أصبت بإسهال، هي ايه اللي هيحصل لي؟ قال لي هتصاب بجفاف لو انت ما خدتش كميه الميه اللازمه ليك. عشان كده دايما بالذات للاطفال الصغار اللي بيصابوا بالاسهال يقول لك ايه، اديهم حاجه تمنع
الإسهال الأول ويشربهم مية وسوائل كتير عشان أعوض الفاقد اللي هم فقدوه من خلال الإسهال اللي جالهم بكمية المية والسوائل اللي أنا هعوضها بيهم، عشان ما يحصل لهمش كمان هبوط في القلب والأوعية الدموية بتاعتهم تبقى ماشية بالطريقة السليمة، يحصل لهم نمو طبيعي. كمان الأملاح بتاعتهم، لو أنت عندك نسبة أملاح زايدة طبعا كمية المية اللي أنت بتاخدها هي اللي هتقلل من الكلام ده كله. تمام، يبقى الكميات الغذائية كمان بلاحظ ان المية في بعض الحالات اللي بيزيد فيها المجهود الجسمي في الجو الحار ممكن افقد من 10 إلى 15 لتر من المية لو انا عندي عرق. كمان بفقد ملح الطعام بمعدل 3، يعني من 30 لـ45 جرام من ملح الطعام بيطلع على شكل عرق. طب انا دلوقتي لو انا ما خدتش كميه الكافي مش هيحصل توازن في الميه جوه الجسم، هصاب بصداع نصفي، مش هقدر اعمل العمل بتاعي، مش هقدر اقوى او اكمل المجهود بتاعي. عشان كده جت هيئه سلامه الغذاء قالت ان في بعض التوصيات اللي بتوصينا بيها علشان نقدر نحافظ على الميه داخل الجسم بتاعنا. قال لي ان الاناث البالغين المفروض ان معدل الطبيعي للميه اللي يشربوها من 8 لـ9 اكواب في من الماء على مدار اليوم، يعني حوالي من 2 لـ2.5 لتر من الميه. طب الذكور قال لي من 11 إلى 12 أكواب من الميه، يعني من 3 لـ4 لتر من الميه على مدار اليوم. طيب لو عندي زيادة في كمية الحرارة، الحرارة مرتفعة جدا والواحد بيعرق، ممكن ان انا ازود في كمية المية اللي انا بشربها؟ ايوة طبعا، ده ممكن توصل من 18 ل 24 لتر على مدار اليوم. يبقى انا دلوقتي بالنسبة للمية قال لي ان هيئة سلامة التغذية قالت ان الاناث من كام لكام؟ من 8 لـ9 اكواب من المية على مدار اليوم. طب وبالنسبة للذكور البالغين من 11 لـ12 كوب من المية على مدار اليوم. قال لي ممكن الكمية دي تزيد؟ ايوة طبعا، ممكن توصل في درجة الحرارة العالية قوي من 18 الى 24 لتر مية على مدار اليوم. طبعا لو انت بتتناول اي مواد او اي ادوية بتعمل تضر للبول، طبعا كل ده لازم ازود من كمية المية عن الحد اللي انا قلته ده. طب لو انا بشرب شاي او قهوة او اي مواد كافيين، اي مشروبات غازية زي البيبسي زي السفن زي الفانتا وغيرها من المنتجات والمشروبات الغذائية، المفروض ان انا بزود عن الحد ده، يعني كمية المية اللي موجودة دي ملهاش علاقة او ما بيدخلش فيها اي مواد كافيين ولا اي مشروبات غازية ولا اي ادوية ممكن تعمل مضرة للبول. بعد كده انا انتقل لنقطة تانية وهي العناصر الغذائية اللي هي الاملاح المعدنية. الاملاح المعدنية داخل جسم الانسان قلنا بتندرج تحت عناصر تنظيم العمليات الحيوية جوه جسم الانسان. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي بتساعدني على الوقاية من الامراض وكمان علاجها، يعني بتقيني من المرض وبتعالجه كمان. ايوة وبتعالجه كمان وبتسرع من عملية الشفاء. زي ايه الاملاح المعدنية دي؟ سنة تانية عندي الاملاح المعدنية زي الكالسيوم، زي الفوسفور، زي عنصر الحديد، واخيرا عنصر اليود، وغيرها طبعا في املاح معدنيه كتيره جدا داخل جسم الانسان. تعالوا بينا نشوف اول عنصر من العناصر اللي معانا النهارده هو عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم قال لي ده اهم معدن من المعادن اللي جسم الانسان بيحتاجها. 99% من العنصر ده موجود فين؟ في العظام والاسنان، وال1% في باقي اجهزة الجسم والسوائل بتاعة الجسم. يبقى عنصر الكالسيوم من اهم العناصر الغذائية، من اهم الاملاح المعدنية اللي المفروض انا احتاجها. قال لي نسبته كام في العظام نسبته كام في العظام والاسنان؟ 99%، وال1% الاخير باقي اعضاء الجسم وباقي السوائل الموجودة في الجسم. هل الكالسيوم ده له اهمية؟ ايوه طبعا له اهمية كبيرة جدا. قلنا ان هو ايه؟ عنصر من عناصر تنظيم العمليات الحيوية، يعني بيقيك من الامراض. طيب بيدخل في ايه؟ اسنان وعظام. يبقى مهم جدا ولازم لتكوين الاسنان والعظام بتاعتي بالشكل الطبيعي، بيحافظ على النمو بتاعها وعلى صلابتها. ما لقيش فيه تسوس في الاسنان اللي بتعاني منها الشعب المصري وغيرها من الشعوب كلها في الدول العربية والاوروبية.
تسوس الاسنان، تشوه الاسنان، التهابات في اللثه، كل ده بسبب نقص الكالسيوم، وخاصه بالنسبه للحوامل في فتره الحمل وفتره الرضاعه كمان. دايما نقول لها خدي الحاجه اللي بتحتوي على عنصري الكالسيوم والحديد، اشربي كل منتجات الالبان سواء كانت البان او منتجاتها زي الجبن وغيرها. ليه؟ عشان تعوض اللي الطفل ده بياخده سواء كان جنين لسه في رحم الام او اذا كان الطفل ده طفل رضيع. طيب يبقى عنصر الكالسيوم اول حاجة مهم ولازم لتكوين العظام والاسنان. 2، الجلطات الدموية اللي بتيجي نتيجة حدوث نزيف سواء كانت جلطة في المخ او جلطة في القلب وغيرها من الجلطات الدموية. مين اللي يقدر يقلل من نسب حدوث الجلطات دي؟ قال لي عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم بيعمل ايه كمان؟ هام التئام الجروح. لما يحصل جرح عندك في ايدك او حرق هو اللي هيخلي الجرح ده يلم بسرعة. كمان بينظم ضربات القلب الاشتراك مع عنصر الصوديوم والبوتاسيوم. طبعا العنصر ما بيعملش حاجة لوحده، هو بيشترك مع غيره من الاملاح المعدنية الاخرى. يعني انت ممكن تقول لي انا باخد كالسيوم، طب ما انت ممكن تصاب بالانيميا لو ما خدتش الحديد، ممكن تصاب بغدة درقية لو ما اخدتش قدرتك الكافية او الكمية الكافية من عنصر اليود. يبقى كل العناصر والاملاح دي لازم تكمل نفسها. كمان مهم جدا للجهاز العصبي والعضلي، مهم لوظائف الكلى بتاعتي، مهم لاجهزتك العصبية عشان تقلص العضلات عندي. يبقى عنصر الكالسيوم مهم لايه؟ تكوين العظام، برافو، تكوين الاسنان، اسنان النمو، حفظ صلابتها، بيمنع تشوهها، بيمنع التهابات اللثه، بيمنع تسوس الاسنان، مهم جدا عشان الجلطات الدموية اللي بتحصل عند النزيف، مهم لالتئام الجروح بتاعتي، بينظم ضربات القلب، بينظم الجهاز العضلي، بينظم وظائف الكلى، كمان مهم لتنبيه الجهاز العصبي بتاعي. طيب انا ايه بقى المواد او المصادر اللي انا هاخد منها عنصر الكالسيوم؟ قال لي منتجات الالبان زي ايه؟ اللبن نفسه، اللبن الرايب، الجبنه بكل انواعها، الزبادي، كمان موجود في الخضروات الداكنه اللي لونها اخضر، موجود في ايه كمان؟ قال لي في البقوليات، موجود في السمسم، موجود في الاسماك اللي بتتاكل بعظمها. طيب انا بقى قد ايه او السعر الحراري او احتياجاتي اليوميه سواء بالجرامات او بالسعرات الحراريه من العنصر ده؟ قال لي بتزيد في سن المراهقه والحمل والرضاعه، بتبقى قد ايه؟ قال لي بالنسبة للأطفال حتى سن 9 سنوات بيبقوا محتاجين 3 وحدات من اللبن. الوحدة يعني كوب، يعني عايزين 3 أكواب، يعني كيلو إلا ربع من اللبن. زيهم المراهقين من 9 ل 19 سنة، كبار السن. طب بالنسبة للحامل والمرضعات، قال لي الحامل محتاجة على الأقل إن هي تشرب كيلو لبن على مدار اليوم، والمرضعات بتزيد شوية ممكن توصل لكيلو ونص، يعني 6 أكواب. يبقى أنا عندي دلوقتي بالنسبة للأطفال عايزين 0.5 كيلو لبن، كوبين أو 2 وحدة من اللبن يوميا. بالنسبة للمراهقين من 9 ل 19 سنة محتاجين 3 أكواب، يعني كيلو إلا ربع من اللبن يوميا. بالنسبة لكبار السن زي المراهقين، بالنسبة للحامل عايزة 4 أكواب، يعني كيلو لبن. بالنسبة للمرضعات محتاجين 1.5 كيلو لبن. طيب أنا دلوقتي لو انا ما خدتش كفايتي من عنصر الكالسيوم ايه اللي ممكن يحصل لي؟ اول حاجه هيحصل كساح بالنسبه للاطفال، هيحصل لين العظام بالنسبه للشباب والحوامل والمرضعات، كبار السن هيبقى في كسور، في هشاشه في العظام، في ضعف في الاسنان. ده غير ان انا هيبقى عندي ضعف في المناعه زي ما وضح قدامكم في الصوره، ضعف مناعه، ضمور الاسنان، تسوسها، تشوه فيها، نزيف في اللثه والتهابات، تشنج في العضلات بتاعتي، اعراض كمان زي صعوبه النوم والارق، اجي بالليل مش عارف انام، كل شويه اصحى كل نص ساعه كل ساعه مش قادر اخد النوم الطبيعي او كفايتي من النوم. بالنسبه للسيده خلال فتره ما قبل الحيض هتلاقي نفسها عندها زياده في الالم بصوره غير طبيعيه، ممكن ما تقدرش تستحمل الالم ده. هتلاقي كمان صعوبه في فقدان الوزن، الناس اللي خلاص زادت في الوزن بكمية كبيرة بتزيد بسرعة، وما تيجي عايزة انها تخس مش قادرة ان هي تخس بسبب ان هي عندها عنصر الكالسيوم قليل، مش قادرة ان هي توازن الوزن الطبيعي بتاعها. تاني عنصر معانا من الاملاح المعدنية وهو الفوسفور. قال لي الفوسفور دون موجود بنسبة 70% في العظم والاسنان برضو. طب والباقي 30% التانيين موجودين فين؟ قال لي موجودين في انسجة الجسم الاخرى زي الاعصاب، زي الدم وغيرها من انسجة الجسم. هل الفوسفور ده
له أهمية زي الكالسيوم؟ أيوة طبعا له أهمية، كل عنصر من العناصر دي ليه أهمية كبيرة جدا لجسم الإنسان. أول حاجة بيدخل برضو في تركيب ونمو العظام والأسنان زيه زي الكالسيوم بالظبط، له دور مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون. ونركز قوي لأن الكربوهيدرات والدهون لعناصر الطاقة الحرارية في جسم الإنسان دايما كلهم أو كل العناصر اللي أنا بتكلم عليها أقول له دور في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، له دور في عملية التمثيل الغذائي للدهون. يبقى أنا المواد الكربوهيدراتية والدهون أساس عندي في كل عمليات التمثيل الغذائي للفيتامينات والأملاح المعدنية وعنصر النمو. بيدخل كمان في تكوين نواة الخلية، سواء كانت الخلية بتاعتك دي نباتية أو حيوانية، مهم جدا للمخ والأعصاب، بينبه المخ بتاعك وبيدخل في تركيب الخلايا بتاعتك، منظم لحفظ التعادل داخل الجسم. يبقى عندي دلوقتي بالنسبة لي ملح الفوسفور أو العنصر الغذائي الفوسفور مهم جدا زيه زي الكالسيوم بالظبط في ايه؟ تكوين العظام والاسنان، تاني حاجة تكوين الخلايا بتاعتي نواتها سواء نباتية او كانت حيوانية، عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وللدهون بيعمل كمنظم عشان يقدر يحفظ التوازن داخل الجسم بتاعك. طيب زيه بقى نشوف السعرات الحرارية، احتياجاتك اليومية من العنصر ده شكلها ايه؟ يبقى احتياجات اليومية، هل انت بتحتاج كل يوم كم سعر حراري، كم ميكرو جرام، كم جرام، كم ملي جرام، بأي طريقة ايه هو احتياجاتك اليومية من العنصر ده؟ قال لي نفس الاحتياجات اليومية بالظبط من عنصر الكالسيوم، البالغين والبالغات بيحتاجوا 800 ملي جرام على مدار اليوم من عنصر الفسفور. طب الحوامل والرضع بيزيد عليهم 400 ملي جرام، يعني قد ايه؟ 1200 ملي جرام. يبقى انا عندي دلوقتي الاحتياجات اليومية من الفوسفور هي ايه؟ قال لي نفس احتياجات اليومية من عنصر الكالسيوم، بالنسبة للبالغين والبالغات بيحتاجوا 800 ملي جرام، بالنسبة للحوامل المرضعات بيزيد عليهم 400، يعني 1200 ملي جرام. طب ايه هي المصادر اللي انا ممكن احصل عليها من عنصر الفوسفور ده؟ اجيبه منين؟ اخده منين؟ امدي جسمي ازاي بالعنصر ده؟ قال لي بمدي جسمي منه من خلال صفار البيض، الاسماك، الدواجن، الجمبري والجبنه ومنتجات الالبان زي الكالسيوم بالظبط. ايه تاني؟ قشريات البحر، اللي هي بيقول لك اشرب شوربه فواكه البحر اللي فيها كل القشور بتاعه البحر، خبز القمح، الكاكاو، الخضروات والفواكه. يبقى عنصر الفسفور مهم زيه زي عنصر الكالسيوم في تكوين العظام والاسنان. طيب هو لو قل عنصر الكالسيوم في جسمك ايه اللي هيحصل؟ قال لي فتور القوى الحيويه. يعني ايه فتور؟ ضعف، مش قادر تبذل المجهود اللي انت بتبذله في الطبيعه بتاعتك، ضعف العضلات، مش قادر حتى اشيل نفسي، مش قادر ان انا ابذل اي مجهود، مش قادر اشيل معلقه او قلم او كوبايه من مكانها، خلاص حاسس ان انا قاعد عنده خمول وغسل مش قادر اقوم من مكاني. عدم تكوين عظام بشكل سليم، تسوس الاسنان زي اللي بيحصل لهم، تقوس والحالات بتاعه التشوه في الارجل او في الايد، ده من ايه؟ من نقص عنصر الفسفور في الجسم بتاعه. تسوس الاسنان بانتظام حتى وانت بتغسلها، ما انت مش واخد الكميه اللازمه من العناصر الغذائيه اللي هتفيدك علشان تكون الاسنان وتمنع تسوسها. الحد من النمو الطبيعي للجسم، يعني ايه الحد من النمو الطبيعي للجسم؟ النمو بتاعك مش هيبقى بالشكل السليم. يبقى انا عندي كام عنصر من العناصر الغذائيه اللازمه لجسم الانسان؟ قلنا اول حاجه عنصر الكالسيوم، 2 عنصر الفوسفور. عنصر الكالسيوم مهم في ايه؟ قلنا مهم في تكوين العظام والاسنان، بيمنع تشوه، بيمنع نزيف اللثه، ونفس النظام بطبقه على عنصر الفوسفور. ايه المصادر اللي بجيب منها منتجات الكالسيوم؟ قال لي الالبان بكل انواعها، اللبن العادي اللي احنا بناخده، اللبن الحليب سواء بقري او جاموسي. ايه تاني؟ اللبن الرايب، منتجات الجبن بكل انواعها، الزبادي بكل انواعها، موجود كمان في الخضروات وفي الفاكهه اللي احنا بناكلها. قال لي مهم جدا لتكوين العظام بتاعتك، للنمو الطبيعي بتاعك، بحتاج كم سعر حراري او كم جرامات منه؟ قال لي بالنسبه للاطفال حتى 9 سنوات محتاجين 2 كوب من الكالسيوم او من اللبن على مدار اليوم. يعني 2 كوب يعني نص كيلو،
طيب بالنسبة للبالغين والمراهقين والبالغات اللي بيحتاجوا إلى 3 كوب من الألبان يوميا على مدار اليوم، أو من منتجات الكالسيوم ممكن يبدلوا فيها ما بين لبن ما بين جبنة ما بين أي أنواع تانية من المنتجات خضر أو فاكهة، المهم إن هم بياخدوا 3 وحدات. طيب بالنسبة للحوامل وبالنسبة للمرضعات، الحوامل بالنسبة لهم 4 أكواب، أما المرضعات بتزيد عليها كوبين يعني 6 وحدات من عنصر الكالسيوم على مدار اليوم. قلنا اعراض نقص الكالسيوم في جسم الانسان، هيحصل لك تسوس في الاسنان، هيحصل نزيف في اللثه، هيحصل ضمور، هيحصل ضعف، هيحصل خمول. ونفس النظام بالنسبه لعنصر الفوسفور، هيحصل كل الحاجات دي، الخمول والضعف، عدم النمو الطبيعي للجسم بالشكل اللي انت عايزه، هيحصل ضعف في العضلات وفتور في القوه الحيويه بتاعتك للجسم، مش هتقدر تبذل المجهود. تالت عنصر من العناصر معانا هو عنصر الحديد. ملح الحديد ايه اهميته للجسم؟ ايه مصادره واحصل عليه منين؟ ايه هي اعراض نقصه داخل جسم الانسان؟ كم احتياجاتي اليوميه اللي انا بحتاجها من عنصر الحديد؟ عنصر الحديد اللي مهم جدا لكل البشر وخاصه للحوامل والمرضعات، قال لي من بين 3 الى 5 جرام للحديد ده موجود في جسم الانسان البالغ. موجود فين اصلا الحديد ده؟ قال لي في هيموجلوبين الدم بشكل كبير جدا، يعني الفئه العظمى او الدرجه الاعلى 50% في هيموجلوبين الدم. طيب ال 50% التانيين قال لي متقسمين، متقسمين ازاي؟ قال لي 26% موجودين في الكبد، 10% عضلات، طب الباقي؟ قال لي موجود بقى في الكلى، في الطحال، في العظام. يبقى عنصر الحديد مهم جدا للإنسان، موجود فين؟ 50% الكتلة العظمى منه موجودة في هيموجلوبين الدم، والباقي قال لي 26 موجودين فين؟ موجودين في الكبد، 10% موجودين في العضلات، الباقي كلى، طحال، عظام وغيرها. كمان كرات الدم الحمراء هي اللي بتصنع لي نخاع العظام، عشان كده عنصر الحديد مهم جدا لجسم الإنسان. ايه اهميته؟ احنا لسه قايلين دلوقتي في التعريف بتاعه بيدخل في تركيب هيموجلوبين الدم، يعني النسبه الكبيره ليه، يبقى اول حاجه من مهمته يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم والعضلات بتاعتك، عشان ما يحصلكش ضمور في العضلات، عشان ما يحصلكش ضعف، عشان تقدر تبذل المجهود بتاعك. مهم عشان الانيميا، لو انت قللت من عنصر الحديد هتصاب بانيميا وفقر دم. بيدخل في تركيب كروماتين الخلايا بتاعتك علشان يقدر يديك الطاقه اللي هتقدر تبذل بيها المجهود بتاعك والشغل بتاعك على مدار اليوم. تالت حاجة بيدخل في تركيب الانزيمات المؤكسدة والمختزلة بالجسم، سواء كانت مؤكسدة او مختزلة عندك، يعني متحوشة جوه الجسم، هو اللي بيساعد في تركيبها. كمان عامل مهم في نقص الاكسجين للرئتين، لو انت اصبت في نقص الاكسجين في الرئتين اللي بيعوض النقص ده عنصر الحديد الى الجسم كله عشان يقدر يتنفس، عشان يطرد اي فضلات زايدة جوه جسمك او جوه الخلايا بتاعتك، هو عنصر الحديد. يبقى ايه هي اهمية عنصر الحديد يا سنة تانية؟ اول حاجة بيدخل في تركيب هيموجلوبين الدم، قلنا بنجيبها منين؟ من التعريف، ان 50% من عنصر الحديد موجودة فين؟ في هيموجلوبين الدم. بيدخل كمان في تركيب كروماتين الجسم بتاعتك والخلايا، بيدخل في تركيب الانزيمات بتاعتك سواء كانت المؤكسدة او المختزلة داخل جسمك، عامل مهم في نقص الاكسجين الى الرئتين والعضلات بتاعتك بعد استهلاكه وتجديده، بيحسن من كل ده، بيمنع ان يحصل لك اي انيميا او اصابة بفقر دم او ضعف. طب انا عايزه بقى حديد، اجيب منين الحديد؟ اروح اجيب حديد واكله؟ قال لي لا طبعا، عنصر الحديد بيبقى موجود فين؟ برضو في صفار البيض اللي موجود في فيتامين الف. موجود فين؟ فيتامين ديال برضو بحصل منه من في صفار البيض. اللحوم الحمراء بكل انواعها زي لحم الضأن ولحم الجاموسي وغيرها من اللحوم الحمراء، الكبده، الكلاوي، الطحال، العسل الاسود. دايما يقول لك لو عندك نقص في عنصر حديد بالذات للحوامل والمرضعات، خدي عسل اسود كده كل يوم الصبح معلقتين على الريق، حتى ده هيعزز من الحديد بتاعك. البلح، التمر، الخس والسبانخ والفجل، البتنجان، الورومي الاسود ده بقشره، كل القشر هو اهم حاجه في الفاكهه والخضار هي قشرها، الخرشوف والاسماك والرمان والخوخ والمشمش والتفاح وغيرها من المصادر والاطعمه والاغذيه والخضروات والفاكهه اللي الانسان بيتناولها على مدار اليوم، كل دي مصادر اقدر احصل منها على عنصر الحديد. طيب ايه احتياجات الجسم من عنصر الحديد؟ انا بحتاج قد ايه حديد على مدار اليوم؟ قال لي في للبالغ، في للبالغه، في للاطفال، في للمراهقين، وفي لكبار السن. الشخص اللي هو الطفل اللي لسه صغير قال لي بيحتاج قد ايه؟ 10 مللي جرام على مدار اليوم من
الحديد، يعني انا بحتاج للطفل 10 مللي جرام. طب المراهق او البالغات بيحتاجوا قد ايه؟ 18 مللي جرام، والاطفال 10 مللي جرام، والمراهقين 15 مللي جرام. طيب انا ازاي بحدد النسب دي وبحددها على اي اساس؟ قال لي بحدد النسب دي وفقا للوزن بتاع جسم الشخص، وفقا لطوله، وفقا للسن بتاعه، ونوع المجهود اللي هو بيبذله. الصوره اللي موجوده قدامنا على الشاشه دي بتوريني اعراض نقص الحديد في جسمك بتبقى عامله ازاي. قال لي نقص الحديد هيخليك تصاب بالانيميا، الضعف العام لجسمك، تحس ان انت عندك خمول، تلاقي ضربات قلبك سريعه وبتتنفس بسرعه مع اقل مجهود، فقدان الحيويه داخل الجسم بتاعك. لو احنا شفنا الاظافر اللي موجوده عندنا نلاقي ان فيها تاكل، لان فيها انيميا، ممكن تلاقي علامات بيضة، ده معناها ان عنصر الحديد عندك في جسمك قليل. الشفاه عندك هيلاقي فيها تشققات، هتلاقي اللون بتاعها مش اللون الوردي اللي احنا عارفينه، هتلاقي فيها بهتان او مدي على اللون الروزي الفاتح، ده معناه ان انت عندك نقص في عنصر الحديد داخل جسمك. طيب عنصر اليود، ايه هو عنصر اليود؟ بيدخل في ايه؟ اهميته ايه؟ مصادره ايه؟ ايه اعراض نقص اليود في جسم الانسان؟ قال لي اليود دون من اهم العناصر والاملاح المعدنيه اللي مسؤول عن هرمون الغده الدرقيه. يجي يقول لك ده انت شوف لما تيجي مثلا تلاقي الشخص تخن كده او خس، روح اعمل تحليل غده درقيه، شوف النشاط بتاعها هل هو زايد ولا هل هو منخفض، عشان تعرف هل السبب كان الغده الدرقيه. طب الغده الدرقيه دي سببها ايه؟ سواء في التضخم او النشاط بتاعها بيقل او بينخفض. قال لي من عنصر اليود. يبقى عنصر اليود هو المسؤول عن هرمون الغدة الدرقية بتاعتك، هو اللي بينظم الطاقة اللي بتمد الغدة الدرقية داخل جسمك. كمان بيعمل ايه؟ اللي بينظم نمو الجسم والعقل، مهم جدا لسلامة الجلد وللشفتين. يبقى عنصر اليود مهم جدا في الهرمون الغدة الدرقية بتاعتك، مسؤول عن تنظيم العمليات دي داخل الجسم، سواء كان الجلد بتاعك، ملمس بشرتك عامل ازاي، او الشفتين. طب ايه اهميته؟ ما هي الأهمية الاقتصادية أو الأهمية الأساسية لعنصر اليود في جسم الإنسان؟ قال لي مهم جدا في أول حاجة بينظم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والمواد الدهنية. احنا اتفقنا ان النقطة دي مهمة فيهم كلهم، يعني يجي يقول لك ما أهمية عنصر الحديد، ما أهمية عنصر الكالسيوم، ما أهمية الفسفور، ما أهمية اليود، حط أول نقطة ان هو مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات داخل الجسم. تاني حاجة بينظم نشاط الجهاز العضلي بتاعك، الجهاز العصبي، الجهاز التناسلي، الجهاز الدوري، الغدد الصماء. يبقى اليود بيعمل حاجات وبيدخل في تنظيم اكتر من جهاز جوه جسمك. ايوه طبعا، عضلي، تناسلي، دوري، مهم في مرحله النمو وفي مرحله المراهقه. بحصل عليه منين؟ الاطعمه البحريه زي الاسماك والسلمون وزيت جبد الحوت وزيت جبد الاسماك وملح الطعام المدعم باليود. الجسم او الشخص بيحتاج قد ايه من العنصر ده؟ قال لي بيحتاج 15 من 100 مللي جرام، بتزداد في الحمل وفي الرضاعه بتتضاعف. طب لو انا قللت من عنصر اليود في جسمي ايه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل تضخم في الغدة الدرقية بتاعتي، هلاقي كسر في القامة، جفاف في الجلد بتاعي، هبوط النشاط والسمنة، اضطراب باقي الغدد اللي موجودة داخل جسمك، جحوظ العينين، هلاقي العيون بتاعتي بدأت تطلع لبره. يبقى انا النهاردة اتكلمت عن عنصرين مهمين جدا من عناصر العمليات الحيوية في جسم الانسان والوقاية من الامراض، وهما عنصرين اساسيين، عنصر المية وعنصر الاملاح المعدنية. اتكلمنا في المية عن اهميتها وان انا بحصل منها من ماء الشرب، من ماء تمثيل الاطعمة، من رطوبة الاطعمة. اتكلمنا عن السعرات الحرارية والتوصيات اللي حطتها لنا هيئة سلامة الاغذية، واتكلمنا في الاملاح المعدنية عن الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، اليود من حيث الاهمية، واتكلمنا عليها كمان من حيث الفوائد بتاعتها لجسم الانسان من اعراض نقصها بالنسبة لجسم الانسان. وبكده ابنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الفندقي نكون وصلنا الى نهاية الفصل الخامس بعنوان العناصر الغذائية ووظائفها في جسم الانسان، والنهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا، والقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة. مستنية اي استفسار على موقعنا على قطاع التعليم الفني، سواء على اليوتيوب او التليجرام او الواتساب او الفيسبوك، وشكرا والى اللقاء مع بعض في حلقة قادمة ان شاء الله.